احنا كنعقدوا اليوم مؤتمرنا الجهوي، بالطبع هذه فرصه باش نفسروا اين نحن بدايه، لماذا خرجنا من الحكومه. فسرناها نظرا لكثير من النداءات اللي وجهناها من اجل تغيير السياسه المتبعه، من اجل تلاحم المكونات ديال الاغلبيه. هذا لم يطرا، لم تنتم لحد الان الاستجابه للنداءات اللي وجهها صاحب الجلاله، اللي وجهناها احنا كذلك بنفس ديمقراطي جديد. الحكومه لحد الان تغيرات، لكن احنا ما عارفينش اش من السياسه غتبع، اش غدير. ما يمكنش تتبع نفس السياسه ديال التصريح الحكومي اللي قدمته، لان صاحب الجلاله قال بالتعديل من اجل تغيير السياسه الاقتصاديه والسياسه الاجتماعيه. دونك حتى احنا مازال كننتظروا منا اعلان سياسي امام المواطنات وامام المواطنين من اجل القول اش باغي نديروا. ولذلك احنا نوجد اليوم في معارضه وطنيه ديمقراطيه تقدميه مسؤوله بناءه، اللي غتوقف على الايجابيات الموجوده اذا كانت يمكن تصوتوا كاع مع قوانين، ولكن غنعارضوا كل ما يتعين اننا نعارضوه. ما نلاحظه اليوم هو هذه الحكومه مع البدو عاود بداو كيطحنوا بيناتهم، يلا سالوا، يلا عقد البرلمان، يلا صعب جلال الندى الى تجاوز ذلك. وما نلاحظه هو انه كما قلت ما كاينش هناك تصريح سياسي. فكانت المناسبه في هذا المؤتمر الجهوي اننا نوقفوا على هذه الامور. هناك نقائص، هناك سلبيات، المغرب حقق امور لكن حذاري. اليوم هناك ثغرات، هناك نقص، هناك ضعف على المستوى التاطير السياسي، على مستوى التواجد السياسي، مستوى التواجد الحزبي. المدخل هو مدخل ديمقراطي، المدخل هو مدخل لرد الاعتبار للعمل السياسي، المدخل هو كذلك سياسات عموميه اقتصاديه جديده اللي تمكن الاله ديال الاقتصاد الوطني من عمرنا ما سجلنا 2.7 كما سجلناه هذه المره طيله 20 سنه اللي مرات. معناها ان كاين مشكل، معناها ان كاين خلل، ثم على مستوى التوزيع كاين خلل. فلذلك حنا غنوقفوا على هذه الامور بقوه وغنلعبوا دورنا من اجل اثاره انتباه. والمؤتمر فرصه بالنسبه لنا باش نراجعوا ذاتنا كذلك، لان حنا فهمنا بانه على امتداد 21 سنه من الحكومه فقدنا شويه من الحيويه على مستوى تنظيماتنا. خصنا نراجعوا ذاتنا، نعاود نرجعوا نفس الى قدرتنا على تاطير المواطنات والمواطنين وعلى الرفع من القضايا ديال الحريات، بدايه الحريات الفرديه، الحريات الشخصيه، الحريات الديمقراطيه، العمل السياسي، العمل الحزبي المسؤول، رد الاعتبار لكل ذلك. اقتصاديا نعم كحزب دابا في المعارضه كيفاش غتعاملوا مع بالطريقه اللي قلت لك. حنا دائما تعاملنا مع ذلك بعد بدايه، حتى لما كنا في الحكومه ديال السي عبد العلي بن كيران، حتى لما كنا في الحكومات الاخرى كنا دائما في القضايا ديال الحريات وكنوقفوا، القضيه ديال الاحتجاجات كنوقفوا، سواء تعلق الامر بالاجهاض او بالمساواه بين الرجل والمراه او بالحريه الاعلام او بالقضيه ديال الريف والاعتقالات اللي تمات والاحكام التي صدرت. في كل ذلك كانت لنا مواقف تساند وتنشد الديمقراطيه وتنشد الانفتاح، وسنواصل ذلك اكثر من اي وقت مضى، وسنحتل دورنا كذلك على مستوى خندق اليسار باش نعطيو واحد النفس لليسار اللي تراجع ارتكن شويه في هذه المرحله الاخيره، وبغينا نعطيو هذا النفس الجديد. هكذا سيكون حزب التقدم الاشتراكي، كلنا امل ان يكون لنا دور متصاعد ان شاء الله.